اوكي، صباح الخير، يعطيكم العافية. اللي بيخطر في باله حدا يعمل له انفيتيشن. صباح الخير، سامعيني؟ موجودين انتم؟ صباح النور موجودين عليكم. دكتور، صباح الخير. اهلا، صباح الورد. طيب، السلايد مبين عندكم. مبين هذا دكتور. طيب، اوكي، خلينا بلش بس بموضوع التقييم. حمزة بيسأل، يعطيك العافية دكتور، عرفنا انه التقرير عليه 10 علامات، بظل 10 علامات، شو طريقة توزيعهم؟ مين قال انه بظل 10 علامات؟ مش المفروض الفيرست عليه 30 والفاينل 50؟ طيب، تظل 20 علامة. مظبوط، بس افرض اني انا بدي اعطيك امتحان الفيرست من 40، اعتبره الفاينل من 50. ما عشان هيك احنا كنا بنسأل. هلا بعود لكم، بتحبوا بعمل لكم كويز ثاني او اساينمنت ثاني، او برفع الفاينل ل 60؟ يعني في عندي اكثر من خيار، يا اما بعمل لكم الفيرست من 40 بعدل علامته، بعمل السكند من الاساينمنت بظل من 10، وبظل الفاينل 50، لانه الفاينل مينيمم لازم يظل 50. اوكي، او بنعمل اساينمنت ثاني بنضمن انه احنا فهمانين شو بنعمل، فبنعمل اساينمنت ثاني على الماده المتقدمه. يعني ما بعرف، تعطوني رايكم وبعدين انا بقرر، يعني بناء على شو بشوف مناسب. دكتور انت شوف المناسب واعمله. العلامات بالفيرست كانت كويسه، الافرج منيح كان. ما هو دكتور مش للكل بصراحه. مش للكل. يعني بشكل عام احنا ما بنطلع على شخص، يعني 1 باي 1، احنا بنطلع على المجموعه. المجموعه بالعاده. وصدقا هو ال يعني في شغلة صحيح، في ناس راجعوني بعلامتهم صح، وطلع لهم مثلا علامة أو علامتين زيادة أيام الفيرست. وبتوقع في شخص كمان كان على أساس بده يعمل ميك اب للفيرست وما صار ميك اب بسبب العطلة، فاللي عنده ميك اب يحكي لي بس، او يعني اللي اذا بتعرفوا اي حدا ما قدم وكان اساس يقدم ميك اب يوم الاحد اللي التغى فيه الدوام يراجعني. هلا اللي له علامه عندي برضه يخبرني فيها، لانه انا كنت حاطط الاوراق في المكتب في الدرج على اساس ارجع اعدل العلامات كلهم مره واحده، وما رجعت عدلت. اوكي، السلام عليكم من جديد. احنا المره الماضيه كنا في موضوع، او بلشنا في موضوع الكومبلكس راندوم فاريبلز، وحكينا شو هو تعريف الكومبلكس راندوم فاريبل وكيف بشوفه وشو معنى يعني كومبلكس راندوم فاريبل.
complex random variable هو عبارة أو تعريفه يعني بشكل مختصر هو عبارة عن summation ل two real random variables x and y، والy أو الx واحدة منهم بغض النظر شو هي منهم مضروبة في الj اللي هي complex number، أوكي اللي هو square root of minus one اللي كلكم تعرفوه كمهندسين كهرباء. هلا إذا أنا بدي أوجد ال expectation لأي، تتذكروا لما حكيت القاعدة تبعت إنه إذا في عندي x capital equal summation على n في لألفا i x i، يعني x i هي عبارة عن random variable، بدي أجمع كل ال random variables جمع وأحكي إنه هذا مجموعهم يساوي x capital. حكيت إنه إذا بدي أوجد المين ل x capital هو عبارة عن ألفا 1 مضروب في المين ل x 1 بلس ألفا 2 مضروبة في المين لx2 وهكذا لعند الفا n مضروبة في x n مين، مظبوط؟ فيعني أنا لما بعمل أو بحط فعلياً الرمز تبع الإكسبكتيشن، دلالة الإكسبكتيشن هي الإكسبكتيشن g of z whatever اللي جوه هون أنا بعمل التكامل عليها، لإذا كان two random variables بعمل التكامل عليهم اثنين. هلأ الفكرة شو هي؟ الفكرة إحنا لما بنعمل expectation، كلمة expectation لا تعني one integral فقط، كلمة expectation دائما بعبر عنها من خلال عدد الراندوم variables اللي بعمل عليهم expectation. فكوني أنا هون عملت expectation على two random variables x and y عشان أوجد ال expectation لا الفانكشن اللي هو function of x و y، بعمل two integrals. ليش بعمل two integrals؟ أول مرة بعمل averaging على الأول، ثاني مرة بعمل averaging على الثاني. يعني لما أنا بحكي عبارة عن z equal x plus y وبدي أوجد ال expectation لزي، هو مفروض يكون expectation ل x plus ال expectation ل y، مظبوط؟ وأوريدي هون عندي two integrals، لكن حتى لو حطيت two integrals اللي هم منفصلين كون integral برضو بقدر أحطه. ليش؟ لأنه أول integral لما بكامل على x بيكون y عبارة عن constant والأفريج بيطلع لإله شو هو نفسه، أوكي لأنه ثابت. فلما بكامل مرة ثانية على y بتكامل y وبطلع معي الإكسبكتيشن لو y، أوكي وبيظل الإكس ثابت بالتكامل الثاني. فهي بتطلع على موضوع الإكسبكتيشن على إنه هو عبارة عن تكاملات ممكن فصلها أو حسب الفانكشن اللي عندك اللي هو g of z. بس استيل لما بيكون في عندي linear equation مثل هيك، مثلا x plus y ما فيها مشاكل، summation superposition بينطبق على الانتجريشن ما فيه مشكلة، كمان مجموع الانتجرال انتجرال لمجموع يساوي مجموع two integrals وهكذا. معناه إذا بدي أحكي أنا g of z هي نفسها z، معناها بتكون الاكسبكتيشن لزي هي نفسها زي بار، فزي بار ايكوال اكسبكتيشن لزي ايكوال اكسبكتيشن لاكس بلس جي واي، وهي تساوي اكسبكتيشن لاكس بلس اكسبكتيشن لواي مضروب في مين؟ في جي. يعني لحد الان الموضوع سيمبل الفكره، بس انه انت لما بتشوف كومبلكس ممكن تخربط امورك، ممكن انه يعني ليش كومبلكس؟ طب شو جاب الكومبلكس؟ طب شو بيفرق الكومبلكس؟ لا ما بيفرق كثير، نفس النوتيشن نفس الكونفنشن بالنسبه للاكسبكتيشن وبالنسبه للمين او بالنسبه للافريج او الفيرست مومنت اللي احنا مسميها ام1، اوكي. هلا بالنسبه للفارينس، الفارينس تعريفه بيختلف شوي لانه احنا بنحكي عن كومبلكس نمبر. لما بنحكي عن كومبلكس نمبر شو بنعمل؟ ناخذ زي ماينس زي افريج، يعني هذا الفارينس سيجما زي سكوير يساوي الاكسبكتيشن للابسوليوت فاليو لزي ماينس زي بار اللي هي مين هاي الزي افريج الكل سكوير، اوكي. نقدر نكتبها بالصيغه هاي كمان، اكسبكتيشن لزي ماينس اكسبكتيشن لزي الكل سكوير اللي هي نفسها هاي، يعني هي زي بار هي نفسها اكسبكتيشن لزي. طيب and this can be extended also to، اذا كان في عندك انت أكثر من random variable xm, ym, xn, yn، xm و ym بشكله random variable complex اسمه zm،
واي ان واكس ان بشكله another random variable complex called zn. If zm and zn are statistically independent, يعني إذا كانوا two random variables هذول complex random variables statistically independent, بقدر أكتب إنه PDF لمين؟ PDF لxm ym xn yn لxm ym xn yn equal to f of x mym. يعني احنا بنحكي عن statistical independent, اذا كان زي هذا statistical independent على زي ان مع زي ان, بقدر اكتب الصيغه هاي اللي هم الجوينت بي دي اف لكل النمبرز هذول لكل الراندوم فاريبلز اكس ام واي ام واكس ان واي ان, الجوينت لهم اللي هو الفورث دايمنشن او خلينا نسميه فور دايمنشن الراندوم فاريبل, هو نفسه مضروب 2 dimensional random variables. بس هون شو بدنا نعمل عشان نوجد ZM؟ بده يصير في عندي 2 complex random variables, بدك تعمل convolution أو تعمل correlation حسب شو بدك تساوي, إنه minus أو plus. أوكي, فكون إحنا التعريف عندنا positive, هلا هذا يعني بدنا نشوفه بمثال لحتى نفهم شو هو. مع أنا حاليا بالنسبة لي يعني ما بدي أدقق عليه لأنه مش مهم حاليا, هو موضوع الكومبلكس ما رح ندخل فيه كثير, بس هالصفحتين هذول نحكي فيهم. أوكي طيب, فكونه أنا في عندي هنا ZM وZN عبارة عن XM plus JYM, Zn عبارة عن xn plus jyn, هو zm complex و zn complex, كل واحد منهم عبارة عن summation لمين؟ ل two random variables, واحد منهم مضروب في j. فأنا إذا بدي أطلع الكوريليشن بين zm و zn, إذا أطلع الكوريليشن بين zm و zn شو بعمل؟ rz mzn, هذا الكوريليشن بين two random variables. إحنا كنا نعمل كوريليشن بين مين ومين؟ بين x و y. طيب هون في عندي ZM و ZN, يعني Z1 و Z2, هيك اعتبره, يعني على اعتبار انك انت هون كاتب X1 Y1 وهون X2 Y2, هون في عندك Z1 وهون Z2. فالcorrelation للتو complex random variables RZ MZN أو RZ1 Z2 بغض النظر كيف كتبناهم, هو عبارة عن الexpectation لمين؟ conjugate لZM مضروف في مين؟ في ZN زي ما هو. شو بتعمل هون؟ بتجيب زي ام تضربه في مين؟ في زي ان, وبتعمل اكسبكتيشن على مين؟ على كل الراندوم فاريبلز. شو يعني؟ يعني بتعمل فور انتجرالز اللي هم هيك, يعني انت لو جبت ار زي ان او زي ام زي ان, اوجد الكونجوجيت, كونجوجيت لمين؟ لزي ام. اوكي, ضربتها في مين؟ في زي ان نفسها, اضرب complex random variables عاديين. اوكي, لما بتضرب انت بيطلع معك شو؟ بيطلع معك xn مضروب في xn, بدك تعمل له expectation plus, يعني plus يعني xm في xn plus minus j xm yn, عفوا minus plus j x n y n, بعدين شو بيطلع معك؟ plus j x n y n, بيطلع معك كمان plus شو او minus y m y n. اوكي, بتروح الجلن. فبصير في عندك expectation ل x m y x n minus expectation ل j y m x n, أو عفوا plus the expectation ل xm jyn plus the expectation لمين؟ ل minus ym yn. هذا كله إذا إحنا بنحكي عن zm و zn are statistically independent, بقدر أضرب الـ expectation للـ conjugate في الـ expectation ل zn, يعني بضرب الاكسبكتيشن ل zm
كونجيجيت مضروب في الاكسبكتيشن لمين؟ لا زد ان. اوكي دكتور. نعم. يعني الهدف من الكونجيجيت ان اطرد الجي يعني غاد في التعريف الاول الكوريليشن يعني كان حاصل ضرب تور عنده فاريبل دبل انتجرال عليهم او بعوض مكان ان كي 1 1 ليش طيب هون في كونجوجيت؟ خلاص مو كومبلكس هذا تعريفه بالنسبه للكومبلكس. هيك التعريف بالنسبه ل ايش للكل الا الكومبلكس راندوم فاريبل. انت لما تضرب راندوم يعني رقم في رقم يعني لو تخيل عندك سيجنال اكس مضروبه في سيجنال اكس بدك توجد الباور اللي فيها. اوكي شو بتعمل؟ او الافريج باور تضربها في نفسها اللي هي يعني اكس سكوير وبتكامل صح على كل التايم. هذا كانت في حال كانت ريال. في حال كانت عندك انت كومبلكس شو بتعمل؟ تضربها نفسها في الكونجيجيت تبعها. ما بتضربها تربيع، تضربها في الكونجيجيت تبعها وبتطلع الافريج باور لما بتعمل الاكسبكتيشن. انت هو الكورليشن اللي هو ار اكس اكس او ار اكس واي او ار زي ان زي ام او ار زي 1 زي 2 هو اصلا الكورليشن اللي راح نشوف بعدين انه احنا بالنسبه لنا بالكوميونيكيشن سيستمز الكورليشن بده يصير يعبر عن باور موجوده في السيجنال. باور موجوده في السيجنال لانك اذا انت بدك تيجي تعمل تشوف الباور اللي موجوده في السيجنال الواحده نفسها يعني عندك انت راندوم بروسيس x of t الراندوم بروسيس x of t هاي بدك توجد الافريج باور اللي فيها بس هي شو مالها؟ هي راندوم فاريبل هي راندوم او يعني راندوم نمبر خلينا نسميه انت ما بتعرف انستنتينوسلي شو هو الرقم. احنا شو بنعمل؟ نوجد بعض الخصائص لها واحدة منهم راح نسميها مش كورليشن شيء مشابه للكورليشن بنسميه اوتو كورليشن. يعني بدل ما اضرب او اعمل اكسبكتيشن لاكس واي بصير اعمل اكسبكتيشن لاكس مضروبه يعني اكس اوف تي مضروبه في اكس اوف تي بلس تي 1 يعني باجي بعمل شيفتنج بالتايم بالنسبه للسيجنال وبعمل الكورليشن بين التو يعني التو فيرجنز للسيجنال او التو تايم ستامز للسيجنال. هذا بيطلع منه انا باور او افريج باور تقريبا لانه انت بتحكي عن مثلا فولتج واصلك فولتج سكوير بده يعبر عن مين؟ عن باور على اعتبار انه انت في عندك ريزيستنس مقدارها كم؟ طرى واحد. اوكي طيب فنحكي انه اذا statistically independent بيطلع RZM RZN او RZMZN عفوا equal expectation للconjugate مضروبة في expectation للثاني. طيب في حالة الكوفاريانس شو نعمل؟ نفس الشيء في حالة الكوفاريانس نعمل CZMZN equal expectation conjugate لمطروح الأول مع المين تبعه مضروب في مين؟ في الثاني مطروح منه مين؟ ZN. هاي بس الشغلة الوحيدة أنه إحنا في عندي هون بدي أتأكد أنه N لا تساوي M بس أنه N لا تساوي M لأنه إذا كانت N تساوي M تخيل هون ZM equal X مثلا 1 plus أو plus J Y 1 وZN تساوي كمان X 1 plus J Y 1 صاروا عندك أنت بتطلق بتدور على covariance. إذا كانوا التو راندوم فاريبلز متشابهين شو هو الكوفاريانس عندك؟ نرجع لتعريف الكوفاريانس وين راح؟ إذا كان الـ X والـ Y متشابهين بيطلع معك الكوفاريانس هو الفاريانس لواحد منهم اللي هو نفسه يعني للـ X أو الـ Y
بس احنا بنحكي هنا عن complex random variables، ما نحكيش عن random variables عادية. اوكي، فانت هون تاخذ conjugate للمطروح الاول تضربه في الثاني بتعمل expectation. هلا لما بدك توجد او تجيب زد ام، انت شو بدك تحط مكانها؟ بدك تحط بدل زد ام فعليا هاي اكس ام بلس جي واي ام، وبدك تحط بدل زد ان اكس ان ماينس او بلس كذا، فبيطلع معك هون انت عندك مين، وهون في عندك يعني هون في عندك تو راندوم فاريبلز وهون في عندك تو راندوم فاريبلز. لما بعمل الاكسبكتيشن انا شو بعمل؟ بعمل فور انتجرالز، كل مره بعمل الانتجرال على واحد من الراندوم فاريبلز، يعني دي اكس ان دي واي ان دي اكس ان دي واي ان، يصير في عندي فور انتجرالز. اوكي، طيب خلينا نشوف هذا المثال سريعا. بحكي لك if z is a complex random variable وz عبارة عن كوساين x plus j sin y، بغض النظر لحد الآن شو هم ال x وشو هم ال y، بس z يساوي كوساين x plus j sin y. عندك two random variables x and y، أول مرة أخذت الكوساين لx، ثاني مرة أخذت الساين للy. شو معنى هذا الحكي؟ يعني أنا عملت transformation لrandom variable x من خلال كوساين، وtransformation للrandom variable y من خلال مين؟ من خلال الساين. ومرة ثانية عملت transformation من خلال إني أضربه في j، وبعدين عملت شو؟ كوساين x جمعته مع مين؟ مع j sin y، اللي هو summation سمينا. والsummation بتحول لشو؟ لconvolution، مزبوط؟ طيب بس هو احنا ما مش راح نشوفه هنا عبارة عن convolution. اللي راح نشوفه انه اذا كان x and y are independent real random variables، يعني x and y ما لهم علاقة في بعض، يعني لو جبت x و y لحالهم وحكيت انهم independent real random variables، معناها انه الcorrelation لx and y شو ماله؟ يساوي المين للأول المين لx مضروب في المين لy، هذا الكورليشن. طيب إذا كانوا independent real random variables with uniform distribution from minus pi to pi، شو يعني uniform distribution from minus pi to pi؟ يعني ارتفاع ال PDF عندي هو عبارة عن 1 على 2 pi، والرينج تبع x وy بتراوح بين مين ومين؟ بين minus pi وpi، بين minus pi وباي. اللي احنا بنسميه هذا بالعاده بالاحتمالات بنسميه سبورت. دائما لما بتحكي عن الرينج تبع راندوم فاريبل، الرينج تبع راندوم فاريبل بسموه سبورت، هيك المصطلح تبعه متعارف عليه، او سبورت ريجن خلينا نسميها سبورت اكس اكسس. المثال شو بيحكي لي؟ بيحكي لي فايند الافريج لزي، واعطيني كمان الفاريانس لامين لزي. اوكي، الفاريانس لزي والافريج لزي، معي انتو؟ معك دكتور. طيب واضحه الامور؟ اتوقع يعني هي واضحه، بس بتوقع لحد ما مش 100%، لأنه إحنا بنحكي عن كومبلكس، وتخيل الريال نفسه شوي بده صفنة، فكيف لما بنحكي عن كومبلكس random variable؟ بس أنت تخيلها من خلال ال XY axis مع بعضهم البعض، اعتبر أنه X هي عبارة عن real random variable، والY عبارة عن imaginary random variable، يعني random variable مضروب في imaginary، فيعتبرهم real part و imaginary part بالsignal. والسيجنال هاي فيها يعني انت عندك سيجنال زي هيها عباره عن كوساين اكس عباره عن ريال بارت مضروب مجموع له ايش؟ ايمجينري بارت. اوكي، طيب بحكي لك اعطيني الافرج لزي والافرج لمين، او عفوا الفاريانس لزي.
الأفريج لزي هو عبارة عن الأفريج لزي هو عبارة عن expectation cosine x، هي ما هي نفسها expectation لزي تساوي expectation ل cosine x plus j sine y، اللي هم عبارة عن expectation ل cosine x plus expectation ل sine y مضروبة في j. طيب هاي شو تساوي expectation cosine x؟ عندك كوساين تعمل له انت قاعد averaging من minus باي ولا باي، قدرت تطلع الافرج تبعه حتى لو انه random variable x زيرو. ف يعني حتى كان random variable او ان كان مش random variable كان deterministic او خلينا نسميه constant number بس بتغير مع التايم، نفس الشيء الاكسبكتيشن للكوساين اكس راح تكون تساوي زيرو. انسى التكامل، انت انا بحكي لك شو الافرج لكوساين اكس، بس بدك تتاكد انه احنا بحكي لك قاعد كوساين اكس اكس من ماينس باي لباي، بس لانه حكيت لك انا اكس بتروح مثلا من زيرو لباي على 2 ببطل الافرج زيرو صح؟ لأنه إحنا بنحكي من زيرو لباي على اثنين، يعني بنطلع من زيرو اللي هو الكوساين ببلش بواحد وبينزل لباي على اثنين عند مين؟ عند الصفر مزبوط؟ دكتور إيش هاي الواحد على اثنين باي تربيع جوا البي دي اف؟ وقديش حدود التكامل؟ تكامل هاي هو هذا هو وينه؟ ماينس باي تو باي. أنا لما بحكي لك دبل أنا سوف أحكي لك دبل الانتجرال من وين جاي، قبل شوي حكيته، بس هو الانتجرال الثاني ما راح يعمل معك أي شيء نهائيا، يعني ما راح يغير المشكلة، بس هو الدبل انتجرال من وين إجي؟ أنا بحكي لك expectation لزي، بس أنا بحكي لك قاعد إنه زي نفسه شو ماله؟ عبارة عن مجموع two random variables، فأنا بدي أعمل تكامل على الأول وأعمل تكامل على الثاني. لما بعمل تكامل على الأول تكامل على الثاني شو بيطلع معي؟ expectation لكوساين إكس نفسه هو راح يطلع زيرو، يعني ما راح يفرق، لأنه واحد منهم راح يطلع زيرو بينضرب في الثاني، أوكي، والثاني راح يطلع زيرو بينضرب في الأول. نعم، بس كنت بدي أجربها يدوي، يعني هون في واحد على اثنين باي تربيع البي دي اف معوض البي دي اف، واحد على اثنين باي تربيع البي دي اف الاول واحد على تو باي، والبي دي اف للثاني واحد على تو باي. هو مش انا فصلتهم؟ انت فصلهم، يعني انت راح تفصلهم يعني انت لو عملتها هيك او فصلتهم هو راح يطلع معك نفس الشيء، عشان لازم نقسم على البيريود كامله، احنا فقسمنا اثنين باي. انت بتقسم بالاول على اثنين باي وبترجع تقسم مره ثانيه على اثنين باي بالنسبة للأول بالنسبة للثاني، expectation للأول مضروب في expectation للثاني، أو عفوا expectation للأول بي دي اف للأول مضروب في البي دي اف للثاني، كونه إحنا بنحكي عن statistical independent random variables independent real random variables. أوكي أوكي، expectation لـ x رح يطلع معك زيرو، وال expectation لـ يعني expectation لك sin x هيطلع 0 وال expectation لsin y راح يطلع 0. طب ال expectation لزي شو يطلع؟ اللي هو 0 plus j 0، شو بيطلع معي؟ expectation لزي نفس الشيء 0. الفكرة شو هي؟ انه ال x axis عندك تبع ال real part ال average له 0، وال y axis اللي هو ال imaginary part شو ماله؟ كمان ال average له 0، فال average ده المجموع تبعهم نفس الشيء راح يكون زيرو اللي هو عند الأوريجين. طيب الفاريانس شو يساوي؟ الفاريانس لزي equal expectation لزي minus z bar الكل سكوير صح؟ أبسوليوت.
ليش انا عملت زي سكوير دغري؟ لانه الاكسبكتيشن لزي شو مالها زيرو، فما كتبتها نهائيا. فبصفي الاكسبكتيشن للابسوليوت فاليو لزي ماينس زيرو لكل سكوير ايكوال. ليش هذا؟ لانه الاكسبكتيشن ايكوال للزي ايكوال زيرو، فاكسبكتيشن لزي سكوير هذا شو راح يطلع معي؟ ابسوليوت فاليو لزي شو راح يطلع؟ تاخذ الايمجينري بارت سكوير بلس الريال بارت سكوير، صح؟ طب ما هي زي عبارة عن ساين أو كوساين بلس جي ساين. شو بتروح تعمل؟ إكسبكتيشن لكوساين سكوير بلس ساين تربيع واي، يعني كوساين تربيع إكس بلس ساين تربيع واي إيكوال إكسبكتيشن لكوساين سكوير بلس إكسبكتيشن لساين سكوير واي. أوكي، هل الاكسبكتيشن لكوساين سكوير شو يساوي؟ بتجيبه لحاله، بس حول كوساين سكوير. شو هو كوساين سكوير؟ نص بلس نص كوساين 2x. شو بيطلع معي؟ نص بلس اكسبكتيشن لكوساين 2x اللي هي نفسها نص بلس نص دبل انتجرال زي ما عملنا هناك كوساين 2x على 4 باي سكوير، اللي هي يعني 1 على 2 باي زي ما هو عملنا 1 على 2 باي سكوير، بس هون 1 على 4 باي سكوير دي اكس دي 1. شو بيطلع معي؟ بيطلع معي نص. لأن الاكسبكتيشن هون على زي اللي هو فيه اكس وواي مع بعض، عشان هيك بنعمل دبل انتجرال. طبعا دبل انتجرال حدوده من ماينس باي لباي، تمام. هسا انا مش عارف شغله، ما هم يعني فصلهم هذول ستاتستيكلي اندبندنت، ليش في احنا بنربع الاثنين باي؟ ليش ما بضرب البي دي اف واحد؟ لانه عندك تو بي دي افس اصلا، يعني شوي انت لما حكيت كوساين سكوير بلس ساين سكوير الاكسبكتيشن هي اصلا هون على اكس واي، يعني اكسبكتيشن مره على اكس ومره على واي. وانت بتحكي عن سيجما زي سكوير زي لانه هي فيها اكس بلس واي. دكتور حسن، مش انا لما بحسب افريج ل 1 راندوم فاريبل بحكي دبل انتجرال للراندوم فاريبل ضرب البي دي اف؟ لما انت بتعمل ل 1 راندوم فاريبل، بس انت هون مش عندك 1 راندوم فاريبل، عندك 2 راندوم فاريبلز فعليا. هو انا فصلت الكوساين عن الساين لانه ستاتستيكلي اندبندنت، يعني صف كانه كاني بحسب لواحد. هذاك لما بتفصلهم شوي الانرجي، يعني انا بحكي لك عندك 2 random variables x and y و z، يعني z equal مثلا x plus y. z equal x plus y، فال expectation ل z equal expectation ل x plus expectation ل y، صح؟ صح. طيب انت اذا كان الاكسبكتيشن لواي ايكوال زيرو، يعني اذا كان واي بلس ولا شيء، يعني بس انت في عندك هاي هنا طلعنا نص، اوكي هاي النص لمين هي؟ من وين جايه؟ كوساين سكوير اكس، بس الاكسبكتيشن لسه انا كاتبه على مين؟ الاكسبكتيشن ما انفصل هون، لسه على اكس وواي مع بعض. هي مش مفصول بالجمع؟ انت المشكله ان انا مش كاتب هون انه اكسبكتيشن اكس وواي. لو انا كاتب لك هون اكسبكتيشن تحت سبسكريبت اكس واي بتشوفها مزبوط. احنا بنحكي عن كومبلكس هون والاكس والواي بيظلوا موجودين.
خليها انت تشوفها هسه بتشوف يعني بشكل منطقي. لما انت بيطلع معك الفاريانس ايكوال 1 هنا بالاخر ليش يطلع 1؟ لانه انت في عندك ساين وكوساين الفاري، يعني عندك ريال بارت وميجنري بارت. الفاريانس هو المفروض يكون مين؟ الامبليتيود تبع مجموعهم الماكسيمم لإله اللي هو فعليا بيطلع 1. تحكي عن يونيفورم ديستريبيوشن. انت هون عندك تو راندوم فاريبلز اكس اند واي، هاي بالسيجما اكس وينهم؟ خلينا نرجع لورا. هاي سيجما اكس، في عندك انت تو الزي نفسها فيها تو راندوم فاريبلز اكس اند واي، اوكي، ابسولوت فاليو طبعا عندك انت وانا تربيع. هذا الاكسبكتيشن هو اصلا هو دبل انتجرالز، هو هذا الاكسبكتيشن نفسه. انت بدك تحط هون دبل انتجرال كامل على اكس وواي، لما حطيت الدبل انتجرال افصلهم صح، بس بظل الدبل انتجرال موجود على الاثنين. يعني انت ماشي بتفصل الدبل انتجرال بس ما بتفصل الدبل انتجرال بحيث انك يعني فصلت الاكس لحاله وفصلت الواي لحاله هون، لانه ستيل المجموع زي هو كوساين اكس بلس جي ساين واي. هو هناك كمان قبل الكومبلكس كان تعريف الاكسبكتيشن دبل انتجرال، لانه كان عندي تو جوينت راندوم فاريبل، بس لما كنت افصل كنت اخذ الافرج لكل واحد فيهم تكامل واحد مره على اكس وضرب تكامل على واي يعني يطلع هون. ليش لما افصل بيضل دبل انتجرال؟ هون تعمل نفس الحركه اصلا. مو يعني شو بدي احكي لك اياه، انت لو انا ما عملت شيء شو، انا على فكره يعني انت هسه شوي لما بتكامل هون كوساين هو هذا الاصل اللي احنا اللي كنا نحكيه بالاول ابستراكت. شايف التكامل هون عندك من ماينس باي لباي، عندك هون من ماينس باي لباي دي اكس دي واي. هلا الدي واي مش موجوده صح، يعني الواي مش موجوده عندي نهائيا مظبوط. فانت لما تكون واي مش موجوده زي هذا كانه كونستنت، كامل الكونستنت بيطلع معك واي من ماينس باي لباي اللي هي شو فعليا 2 باي على 2 باي تلغي بعضها. بس بتعرف ليش كتبتها انا؟ بس كتبتها لانها هي المفروض هيك، لانه اصلا الاكسبكتيشن هون المفروض يكون اكس وواي مع بعض. يعني انت قاعد تعمل اكسبكتيشن على اكس وواي، انا جيت بدي افرجيك اياها زي ما الاصل كيف تنكتب. هلا احنا شو اللي بنعمله؟ انت بتعمل اكسبكتيشن على الاثنين مع بعض على عدد قديش في عندك راندوم فاريبلز تعمل عليهم اكسبكتيشن. بس الفكره وين؟ إنه لما يكونوا statistically independent أنت قدرت تفصلهم بمجموعة شغلتين، يعني x plus y، بنروح نعمل expectation ل x plus expectation ل y. بس الأصل شو هو؟ الأصل إنه في ظل عندك double integral وتكامل حتى على ال PDF للثاني. هذا الأصل. خذها. ممكن إني أشوفها إنه أنا لما جيت ركبت double integral على z اللي هي x plus j y أو cosine x plus j sine وزعت الدبل انتجرال نفسه. ما أنا هذا اللي بحكيه، أنا بحكي لك قاعد أنت بتوزع الدبل انتجرال. وزعنا الاكسبكتيشن كلام مؤمن صح، يعني إذا وزعت الاكسبكتيشن زي ما أنت حاطط بطل معنى للدبل انتجرال. ما أنا عارف أنا هذا حكي بعرف، بس أنا قاعد بوضح لك فكرة ثانية. هذا مش واسطة له. فكرة ثانية إنه الأصل بالموضوع، إنه الدبل انتجرال بتوزع على الاثنين، اوكي، على الكوساين اكس سكوير. شوي خلينا اكمل. دبل انتجرال بالاصل بتوزع على الاثنين، على الكوساين سكوير اكس والساين سكوير واي. هلا احنا كملاحظه شو اكتشفنا دائما؟ انه لما بيكونوا اندبندنت والاكس هذا التيرم ما فيه شيء دخله بواي وهذا التيرم ما له شيء علاقه باكس، فدائما الانتجرال الثاني بصفي ناتجه واحد.
يعني زي كأني قاعد أنا بضرب في واحد لأنك ترجع تفصله التكامل. بس أنا قاعد بوضح لك هون شغلة إنه شو هو الأصل. أنت اللي فاهمه سبيشال كيس لأنه الأوتبوت طلع معي بالأخير إنه دائما إحنا نعمل إكسبكتيشن لإكس بلس إكسبكتيشن لواي، هاي هي القاعدة صفت معنا بالآخر. بس القاعدة اللي قبلها بستب اللي هي هاي اللي هو إنه دبل إنتجرال عندي موجودين. أوكي اللي قبلها بس بوان ستيب. هلا هاي الدبل انتجرال بعدين خلص تقدر تفصل دبل الانتجرال الاول على دي واي من ماينس باي لباي وعلى باي على 2 او على 2 باي بيطلع الانتجرال الاول الناتج تبعه واحد، بضل عندك بس انتجرال واحد اللي هو اكسبكتيشن لكوساين 2 اكس. يعني الاكسبكتيشن اكس واي كوساين 2 اكس هون يساوي الاكسبكتيشن ل اكس كوساين 2 اكس. شوي هاي يعني مش عارف كيف بدي أوضح لك إياها أكثر من هيك. أنا بعرف معك حق إنك بتخربط هون، أنت بتخربط لأن أول مرة يمكن... إيش شايف يمكن إنه هون معتبر الكوساين إكس والساين إكس مش one random variable two joint random variable بس الواي مش مبين. هي يعني هلا انت عندك كوساين اكس بلس ساين واي يعني كل واحد سكوير منهم. هلا ماشي اوكي هو جوينت راندوم فاريبل، يعني زي هو عباره عن جوينت راندوم فاريبل اوف اكس اند واي. اوكي بس احنا قدرنا نفصلهم، هم اصلا الاكس والواي سكن اندبندنت، ولما عملنا ترانسفورميشن عملنا ترانسفورميشن للاكس لحاله والواي لحاله. اوكي وظلوا بالاخير كل واحد لحاله بقدر اطلع الافرج له. تمام الفكره الاساسيه انه انا وين بدي اشرح لك اياها هاي، خليني اعمل بلانك بيج. هي بالاصل خليني بس الغي واعطيك الباوربوينت. هي بالاصل بتعرف كيف تنكتب هي هاي الباوربوينت مبين عندكم صح؟ مش انا في عندي اكسبكتيشن لذي، هذا شو يساوي الاكسبكتيشن لذي؟ هو فعليا اكسبكتيشن زي هيك بينكتب، اكسبكتيشن مره لاكس ومره لواي. هذا الاصل فيه، يعني انا حطيت كوما عشان افرجيك انه اول مره بتعمل اكسبكتيشن لاكس وبعدين يعني بتعمل انتجرال لواي، بعدين شو بصفي عندك اللي هو الفانكشن اللي هو زي اوف ايش اوف اكس اند واي حتى اكس كابيتال واي كابيتال. شايفين هاي انت الاكسبكتيشن لزي نفسه هذا هو عباره عن اكسبكتيشن لمين اكس واي للفانكشن اللي هو زي عباره عن فانكشن اوف واي او اكس واي. يعني انا مشقلبهم بس يعني بقدر اكتب واي هون. اوكي هلا الفكره هي راح يظل معك هذا الاكسبكتيشن نفسه، هذا الاكسبكتيشن نفسه راح يظل، بس راح يصفي عندك هون مثلا g of x plus g of y زي هيك، يعني function of x plus function of y. هذا شو يساوي فعليا؟ يساوي 2 واحد زائد الثاني اللي هو راح يعطيك أول مرة على x لحالها لأنك انفصلتهم، وثاني مرة على واي ستيل الاكسبكتيشن نفسه زي ما هو مكتوب. بس الفكرة هي شو على اكس وعلى واي. هلا خليني بس اشيل هاي تمام. هذا شو يساوي فعليا؟ هذا يساوي بدك ترجع تجيبهم هذول زي ما هم وتحط تكامل بدالهم. بس فعليا كونه هذا جي اوف اكس ما فيه واي، فانت حتى لو كاملت عليه راح يطلع التكامل على واي قيمته واحد اللي هو نفسه جي اوف اكس. فراح تقدر تشيل انت الواي من هون، وهون كونه الجي اوف واي ما فيه اكس راح تشيل ايش
الإكس من هون، هي هيك تنكتب، هيك فعليا القاعدة الأساسية بالموضوع. تعمل أنت أفريجين كل مرة على واحد، أوكي؟ هلأ إحنا وصلنا للقاعدة هاي بالبداية، أنا اللي كتبته هاي القاعدة الأصلية، صح؟ بعدين جيت عملت أبستراكت منها هاي، لأنهم هم ستاتيكال إنديبندنت وسيبرابل ومجموعة شغلتين، فالسوبر بوزيشن بينطبق عندي عادي، لينير سوبر بوزيشن وهكذا. بس إذا بدي أرجع للأصل عشان أشوف الأمور بشكل كامل، لازم أعمل الإكسبكتيشن هيك. تمام. أوكي. هي بتحير ليش إجت هون بالذات يعني. يعني ليش دكتور أنت هسه أول مرة بتحطها هون؟ يعني كان لازم حطيناها قبل زمان. هو أول مرة. بس هي هيك فعليا. أنت دائما هذا إكسبكتيشن جي أوف إكس. يعني هيك بدي احكي لك، بدي اخذ هاي انسخها هون، بس بدي اعمل منها شغله ثانيه، طلع عندي عندك بدي احط انا اكس 1 اكس 2 اكس 2 نقاط عندك لعند اكس ان، صح؟ عندك انت في مجموعه راندوم فاريبلز لعند اكس ان، لمين؟ لجي اوف اكس لحالها اكس 1 مثلا. هذا بقدر اختصره بالشكل هذا بقدر اختصره زي هيك، انه بس مش في عندي اكس 1 هون لحالها، باجي بعمل اشيل هذول. هاي المعادله صفت اكسبكتيشن اكس 1 اكس 2 لعند اكس ان لفانكشن فيهوش غير اكس 1، هو شو يساوي؟ اللي كان اصلا فيه ان فولدد انتجرال صار فيه بس 1 انتجرال، اللي هو اكسبكتيشن على اكس 1 بالنسبه لجي اكس 1 بس. اوكي اوكي افهمها هيك. ماشي، احنا لهون بنكون خلصنا محاضرة اليوم، خلصنا التشابتر أصلا، يعني كان مفروض نبلش بالتشابتر اللي بعده، بس يعني مش مشكلة، لسه معنا وقت. يعطيكم العافية شباب.